بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي مشاهدينا الكرام عبر سما دبي وقناة الجائزة، جمهورنا الكريم المتواجدين في المسرح الرئيسي لغرفة تجارة وصناعة دبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية من خلال جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، ويسرنا أن نبدأ مع حضراتكم اليوم أول أيام المسابقات القرآنية، حيث يتنافس كوكبة من أبناء المسلمين في كل أنحاء العالم للمشاركة والفوز في هذه الجائزة المباركة. رعاة اليوم سوق دبي المالي، مجموعة فلورا للفنادق، وجمارك دبي. إليكم الآن أسماء المتسابقين لهذا اليوم: عباس عبد الناصر معلم أحمد من المملكة المتحدة، إنول عارفن من بنغلاديش، عبد الرحمن محمود فارس خلف من الأردن، ظافر عبد الله ظافر من سريلانكا، الحاج درامي من مالي، أحمد محمد إبراهيم حلني من الدنمارك، حسن كاتو نغولي من أوغندا، وعمر عبد الله سالم من تنزانيا. أحول الميكروفون الآن إلى سعادة الدكتور سالم بن غرم الله بن محمد الزهراني، رئيس لجنة التحكيم، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي جمعنا في شهر القرآن على مائدة القرآن وفي التسابق في مجال حفظ القرآن الكريم في هذا الشهر المبارك، الذي نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في أيامه ولياليه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يصومه ويقومه إيماناً واحتساباً. ونسأله جل شأنه أن يجعل القرآن العظيم لنا ولكم شفيعاً وشاهداً يوم نلقاه. أيها الأكارم، بعون الله تعالى وتوفيقه تبدأ فعاليات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في دورتها 16 بدءاً من هذه الليلة، ليلة 9 من رمضان من عام 1433 للهجرة. هذه الجائزة الرائدة التي أنشأها وأسسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء على هذا العمل الجليل الذي فيه خدمة للقرآن الكريم وحفظته، وأن يجعله في ميزان حسناته. في مثل هذا الوقت من كل عام تتجه الأنظار نحو هذه الجائزة الرائدة لمتابعة فعالياتها وبرامجها التي تمثل تظاهرة قرآنية سنوية عالمية تنقل للعالم مباشرة من أولها إلى ختامها. هذه الجائزة التي ولدت قوية ونشأت وتطورت لتكون رائدة المسابقات القرآنية وتسنمت ذروتها، فأصبحت تتطلع إليها أنظار الحفظة من كل البلدان، فيتنافسون لبلوغها قبل الفوز فيها، وما ذاك إلا لعلو شأنها ومكانتها وقدرها. نسأل الله تعالى أن يجزي راعيها والقائمين عليها في اللجنة المنظمة للجائزة خير الجزاء، وعلى رأسهم سعادة المستشار إبراهيم بن محمد بوملحة رئيس اللجنة المنظمة، وجميع العاملين معه والذين يسعون دائماً لرفعة هذه الجائزة وتطورها. ونسأل الله سبحانه أن يبارك لجميع الداعمين الذين يبذلون لهذه الجائزة ويدعمونها. أيها الحضور الكرام، قبل أن نشرع في المسابقة نود أن نبين في نبذة يسيرة سير المسابقة وبعض ضوابطها، حيث سيتم الاستماع للمتسابقين في كل يوم وليلة من ليالي هذا الشهر الكريم في فترة المسابقة على فترتين: فترة الظهيرة
ويسأل فيها كل متسابق سؤالين ثم فترة المساء، ويسأل فيها المتسابق ثلاثة أسئلة ليكون المجموع خمسة أسئلة لكل متسابق. وسيشارك في تحكيم الجائزة لهذه الدورة فضيلة الشيخ سيد علي عبد المجيد وكيل لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر من جمهورية مصر العربية، وفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن قحطان العمري مدير إدارة شؤون القرآن الكريم بمملكة البحرين، وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور السيد عقيل حسين المنور أستاذ الدراسات العليا بجامعة شريف هداية الله بجاكرتا في إندونيسيا، وفضيلة الشيخ موسى بلال أحمد منيار مدرس القراءات من الهند، وفضيلة الشيخ راشد حسن محمد القيوضي وهو حكم الاحتياط من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمتحدث إليكم الدكتور سالم بن غرم الله بن محمد الزهراني الأستاذ المشارك بقسم القراءات بجامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية. أما مسابقة أجمل الأصوات فسيتم تحكيمها في فترة الظهيرة، وسيكون تحكيم الأصوات لاستخراج 10 مرشحين يتم اختيار الفائزين منهم في آخر ليلة من ليالي هذه المسابقة. أما الضوابط التي ستعتمدها لجنة التحكيم في تقويم المتسابقين فمن أهمها ما يلي: يتم تنبيه المتسابق مرتين إذا أخطأ في بداية السؤال أو في أثناء القراءة أو عند خلط رواية برواية، ويحسم عليه على كل تنبيه نصف درجة، وإذا لم يتنبه ويصوب الخطأ يفتح عليه ويحسم عليه درجة أخرى إضافة إلى السابقة. إذا توقف المتسابق أثناء التلاوة ولم يتذكر يفتح عليه أيضاً وتحسم عليه درجة. إذا وقع المتسابق في اللحن الجلي كإبدال حرف بحرف أو حركة بحركة ينبه مرة واحدة ويحسم عليه نصف درجة، وإذا لم يتنبه يفتح عليه ويحسم عليه نصف درجة إضافة إلى النصف السابق ليكون المجموع درجة. إذا أخل المتسابق بحكم من أحكام التجويد يحسم عليه نصف درجة ولا ينبه ولا يفتح عليه. إذا أخطأ المتسابق بحكم من أحكام التجويد إذا أخطأ المتسابق وفتحت عليه اللجنة مباشرة دون تنبيه يحسب ذلك الفتح تنبيهاً فقط ويحسم عليه نصف درجة. إذا تزامنت إجابة المتسابق مع الفتح لا تحسم عليه درجة الفتح. هذه أهم الضوابط التي ستسير عليها اللجنة، ونبدأ الآن بعون الله تعالى مع المتسابقين. ومعنا في هذه الليلة عباس عبد الناصر معلم أحمد من المملكة المتحدة برواية حفص عن عاصم، وعيون العارفين من بنغلاديش برواية حفص عن عاصم، وعبد الرحمن محمود فارس خلف من الأردن برواية حفص عن عاصم، وظافر عبد الله ظافر من سريلانكا برواية حفص عن عاصم، والحاج درامي مالي من دولة مالي برواية حفص عن عاصم، وأحمد محمد إبراهيم حلني من الدنمارك برواية حفص عن عاصم، وحسن كاتونغولي من أوغندا برواية حفص عن عاصم، وكذلك عمر عبد الله سالم من تنزانيا وهو أيضا برواية حفص عن عاصم. باسم اللجنة المنظمة للمسابقة وباسم لجنة التحكيم ندعو المتسابق عباس عبد الناصر معلم أحمد من المملكة المتحدة فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ قول الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون خبير. وقالوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون خبير إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم
مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله
إن الله لا يخلف الميعاد. حسبك. قتل الخراصون. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في مقام أمين إن المتقين في جنات وعيون فاكهين آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. حسبك. أحسنت وبارك الله فيك.